وصل وفد شعبة البرلمانية المشاركي في اجتماعات الدورة 132 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بالعاصمة هانوي الفيتنامية، وصل المشاركة في الاجتماعات المدرجة على جدول الأعمال. الوفد شارك في الاجتماعات والجلسات النقاشية والحوارية التي شملها المؤتمر، وحول هذه المشاركة معنا على الهاتف من هانوي سعادة النائب محمد الجودر عضو وفد الشعبة البرلمانية. مساء الخير. سعادة النائب، ما أبرز الاجتماعات التي شارك فيها الوفد وما أبرز ما جاء فيها؟ أولا مساء النور وسلام إلى البحرين وأهلها. الحقيقة استمرت الاجتماعات لليوم الرابع في مركز المؤتمرات في العاصمة الفيتنامية هانوي، وتمخضت تلك الاجتماعات عن قبول مقترحات البحرين. هذه المقترحات أدت إلى استحسان جميع الوفود المشاركة، حيث قدمت البحرين ثلاث مسودات قرارات. الأولى كانت مسودة قرار حول حوكمة المياه، والثانية كانت مسودة قرار حول الحرب الإلكترونية، والثالثة كانت مسودة قرار حول التعاون مع منظمة الاتحاد الدولي. الحقيقة أن البحرين أثبتت خلال مشاركتها في فعالية جمعية الاتحاد البرلماني الدولي رقم 132 أن هي رغم حداثة التجربة البرلمانية واللي هي تعتبر تقريبا 12 سنة ورغم صغر حجمها الجغرافي إلا أنها كبيرة بعطائها، كبيرة بعطاء مواطنيها. فعلى سبيل المثال قدمت البحرين 19 تعديل مسودة قرار حول الحرب الإلكترونية، وتم قبول 15 تعديل، ويعتبر هذا التعديل هو الأكبر من بين دول المشاركة. هذا يعتبر صراحة فخر للبحرين وللشعب البرلمانية في وجود هذه المقترحات ال 15. بالإضافة أن البحرين حصلت على مقعدين من بين الوفود المشاركة، وعدد الوفود المشاركة كان 166 دولة. حصول البحرين على مقعدين من بين 166 دولة هذا يعكس على ثقة هذه الدول في مملكة البحرين. الحقيقة احنا نسعى أن نحصد على المقعد الثالث والخاص بحقوق البرلمانيين. وفي الحقيقة أنا أحب أشيد بأعضاء. نشكر سعادة النائب محمد الجدر عضو وفد الشعبة البرلمانية الذي كان معنا من العاصمة الفيتنامية هانوي، شكرا جزيلا لك.